This is awesome. الرحمن الرحيم اهلا بكم في كل مكان ربما ما زالت اصداء نتائج الانتخابات الامريكيه هي المسيطره على كل مراكز الابحاث وكل وسائل الاعلام وكل المحللين وايضا كل الدول كنا بالامس ليله امس في حلقه خاصه من برنامج المشهد البرنامج غير الدوري الذي نقدمه انا وزميلي عمر عبد الحميد في الاحداث السياسيه او كلما تطلب الامر وكان معنا مجموعه من الضيوف وكان السؤال الرئيسي تاثير نتائج الانتخابات الامريكيه على المنطقه وعلى مصر واستطيع ان اخلص مما قيل ومما جرى ومن جماع التحليلات التي تمت خلال الفتره الماضيه ومن خلال ما قراناه وما نقراه وما نستقرئه وما نستشرفه للمستقبل القريب انه العبره ليست بمن ياتي الى البيت الابيض وانما العبره بمن نحن وماذا نريد؟ من نحن؟ نحن مصر ماذا نريد؟ نريد دوله قويه عافيه دوله فتيه دوله راسخه دوله بتستدعي من تاريخها ما يعينها على اجتياز المرحله الصعبه الحاضره وعلى الانطلاق نحو المستقبل. بكلمات بسيطه انه انت مين؟ انت عايز تروح فين؟ انت بتفرض بسلوكك السياسي وبنتاجك الاقتصادي وبتفرض ايضا بتاريخك وجغرافيتك الجغرافيا الثابت الوحيد في التاريخ بتفرض نفسك على الاخرين. بكل ما تحمله الكلمه من معاني فان مصر دوله قويه ومصر دوله راسخه واستدعي ايضا من عام 1992 تلك المقوله الهادره. التي انطلقت في معيه الانتخابات الامريكيه بين بوش الاب هذا الرجل الكلاسيكي وبين بيل كلينتون هذا الشاب في حينها الذي اراد ان يغير الدماء التي تجري في عروق السياسه الامريكيه رفع احد مستشاريه عباره رائعه ما زالت ترن في اذاننا حتى هذه اللحظه انه الاقتصاد يا غبي انه الاقتصاد يا غبي كانت كلمه اصبحت اشاره واشاره واصبحت لوحه في الانتخابات الامريكيه واصبحت هذه العباره ايقونه الانتخابات الامريكيه والتي بسببها مع اسباب اخرى بالتاكيد تسببت في صعود الديمقراطيون بقياده بيل كلينتون وتنحيه الرئيس الذي امضى مده واحده وهو الرئيس بوش الاب في كل ما جرى بنستدعي من بين معلوماتنا التي نتناولها على مدار الساعة لكننا لا نستطيع أن نضعها في صورة موحدة أننا دولة تغيرت تغير جذري خلال السنوات القليلة الماضية كان البنيان الأساسي وحضراتكم بتراقبوا وبتتابعوا كل ما يدور في المنطقة ويموك في المنطقة كنا نراقبه ونتابعه ونتعامل ونتفاعل معه لكن دون أن نغض الطرف عن بناء الدولة المصرية البناء الذي أعنيه بنيه تحتيه من اجل انطلاق حركه اقتصاديه شامله صنعت معدل للنمو ومعدل للتنميه غير مسبوق في تاريخ الدوله المصريه في ظل الظروف الراهنه ومن ثم اعود الى انه الاقتصاد يا غبي واقول لكل هؤلاء الذين لا يدركون قيمه مصر وعظمه مصر وامكانيات مصر هؤلاء الغوغائيه والمرتزقه الذين خرجوا للتو خارجون من صناديق القمامه كانت هناك مجموعة كبيرة من الأسماء توارت خجلا أمام أفعالها الرزيلة والرديئة هؤلاء الذين باعوا هؤلاء الذين سمصروا هؤلاء الذين تاجروا بكل القيم والمبادئ في 2011 وأعي ما أقول هؤلاء الذين باعوا تقارير مفبركة للنيل من الدولة المصرية هؤلاء الذين صنعوا مجدا زائفا تحت مغبة حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية هؤلاء الذين كانوا عبارة عن أحذية متعددة المقاسات في أرجل وأقدام كل جزء استخبارات العالم أقول بأن الإخوان المسلمين مثلا كانوا عبارة عن أحذية قديمة بتقوم الإدارة الأمريكية والإدارات الغربية وجزء الاستخبارات باستخدامها للمرور فقط من منطقة موحولة هنا أو هناك أقول كل هذا وأنا أعي ما أقول إن الذين خرجوا وندائي وصرختي وكل المعاني التي لا استطيع ان ابوح بها اقول لهؤلاء الذين خرجوا من صناديق القمامه يحاولون ان يخرجوا السنتهم القذره للدوله المصريه مهنئين انفسهم بنجاح الحزب الديمقراطي وبنجاح جبيد اقول لهم انها مصر يا اغبياء اقول انها مصر يا اغبياء اقول انها مصر يا, إنها مصر يا ايها الخونه يا ايها العملاء كل ما جرى خلال الساعات القليله الماضيه بيؤكد بما لا يدع مجالا لشك اننا دوله قويه وفي نفس الوقت انهم ذباب هذا الذباب الذي يتحرك على صناديق القمامه وحول كومات من القمامه والمخلفات بيخرج صوت هنا وصوت هناك يطن في اذاننا الان احدهم خرج ليقول بانه بنتنفس اكسجين واحدهم خرج يقول انه خلاص الخير قادم واحدهم خرج يقول سنعود واحدهم خرج ليقول بانه انتهت مرحلة الظلمة واحدهم خرج ليقول بانه خلاص مرحلة الضغط النفسي علينا انتهت الغريب في الامر انه جماعة الإخوان ليست جماعة وطنية ولم تكون ولن تكون. خرجت ببيان بتهنئ فيه الإدارة الأمريكية الجديدة. وعلى لسان إبراهيم منير المرشد الجديد بتقول جماعة الإخوان إنه بفوز بايدن إحنا عندنا أمل عريض في إعادة الإخوان إلى المشهد وفي قمع هكذا يطلب الاخوان، قمع بعض الانظمه التي تتعامل مع الاخوان على انها جماعه ارهابيه يقصدون مصر. اقول واذكر الجميع بمنتهى الهدوء بفكر المصريين في كل مكان. بفكر المصريين في كل مكان وبفكر كمان طلبه الجامعه الناس اللي في عمري واللي اقدم مني واللي بعد مني. كانوا في الجامعه الاخوان بيرفعوا لافتات يقولوا بيشتموا في الرئيس الأسبق مبارك يقولوا يا مبارك أنا آسف بس لازم أقولها يا مبارك يا جبان يا عميل الأمريكان وكانت العيال يقول لك أه ده عميل الأمريكان الدولة عميلة للأمريكان الأمريكان الأمريكان وكانوا جاوا قدام حضراتكم ده موقع الإخوان المسلمين يا مبارك يا كذا يا عميل الأمريكان دي كانت لافتات أهو أدي الحرائر بتوعهم وأدي الصور ده من من الموقع الرسمي بتاع الإخوان شوفوا لي الفيديو إبراهيم لولا لا خير عموما بفكر بس الناس اللي بينسوا انه الخطاب الاخواني التاريخي كان معاداة الامريكان الموت لامريكا مين اللي بيقول الموت لامريكا الاخوان واتباع الاخوان طبعا انا متاكد ابراهيم بيقول خد بالك هيقطعوا الموت الامريكا دي وجو الولاد اللي بره دول العيال التافهه دي ياخدوها يقول لك نشد بيقول الموت الامريكي ما علينا يا ابراهيم ما علينا يا ابراهيم احنا اهم حاجه جمهورنا بقول انه بفتكر وبفكر حضراتكم انه خطاب الاخوان المسلمين على مدار تاريخهم ان احنا الموت لامريكا والعداله لامريكا وامريكا خونه واللي معاهم خونه الى اخره، ده انا استمعت لخطاب لمحمد مرسي في اسمها المركز الـ 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 الارشاد ولا مكتب الارشاد هو ومعاه المرشد بتاعه موجود على اليوتيوب وهو قاعد ساعه يحكي ويشتم في امريكا والموت لامريكا والى اخره. والنهارده لما تيجي مكتب الارشاد الجديد وقياده الاخوان الجديده تهنئ امريكا وتقول لهم احنا معاكم احنا وراكم انتم خلاص هتجيبوا الديب من ديله هتجيبوا لنا اللي احنا ما عرفناش نجيبه على مدار 90 سنه. انا بسالكم يعني ماذا نستطيع او ماذا يعني يمكن ان نسمي هذا السلوك الاخواني المعيب والمشين والمسموم كل ما يمكن تحط كلام حط زي ما انت عايز لكن هم دول الاخوان طبعا انا ما بجيبش جديد بالمناسبه بس انا بفكر الناس ان الخطاب بتاع الاخوان التاريخي الموت الامريكا ويا فلان يا عميل الامريكان النهارده بقى الامريكان حبايب واحنا تمام والتاريخ والوثائق اللي انا اطالب بالكشف عن الوثائق اطالب الدوله المصريه واطالب ايضا الاداره الامريكيه واطالب الاداره البريطانيه بالافراج عن الوثائق التاريخيه من حق الشعوب ان تعرف من خان ومن باع ومن تواصل على غير رغبه الدوله وغير رغبه الشعب وغير رغبه الامه في التوجهات الاحاديه التي كان يقوم بها الاخوان المسلمين عبر تاريخهم من 1928 وحتى هذه اللحظه يغردون خارج سرب الوطن. يغردون خارج سربلو والغريب في الامر مش الاخوان بس الاخوان فصيل خائن في كل الكتب ولو جبت كتاب الخيانة صفحة واحد هتلاقي الاخوان المسلمين لكن تعالوا نشوف واحد زي الاستاذ حمدين صباحي استاذ حمدين المفروض تركيبته النصرية وتركيبته السياسية ان هو راجل عروبي عروبي الهوى والهوية وناصري الهوى والهوية وبعدين لأنه عمل تغريدة خرج أيضاً في نفس الموعد موعد الظهور كل هؤلاء كتب الحمد لله في لوحة سودا يعني الذي أخذ القبيحة هزيمة ترامب أنا ده كان مرشح رئاسي ده كان مرشح رئاسي هل هذا خطاب مرشح رئاسي هل هذا خطاب يليق بمرشح رئاسي مصر كانت فعلا يعني في فترة الله لا يعدها يا رب ما تعيد هذه الفترة اللي خلت مثل هذه الشخصيات تصعد في قمة المجتمع وتترشح وتتجرأ أنها تترشح حمدين صباحي مرشح رئاسي سابق شغلته في الحياة مرشح رئاسي سابق في الحياة بيبحث أنه تسويق فكرة أنه ناصري الأخذ من فكرة الرئيس جمال عبد الناصر الزعامة عبد الناصر كان راجل عبد الناصر كان زعيم عبد الناصر كان صادق عبد الناصر كان قارئ، عبد الناصر كان بيفهم استراتيجيه، عبد الناصر كان بيقرا تاريخ، لكن الاستاذ حمدين يعني عيب هو بن قوسين عيب والله وغيره وغيره النهارده شايف وبالمناسبه كمان من امبارح ولا اول امبارح كنت بجيب لايفات من الولايات المتحده الامريكيه تعليقا على نجاح جو بايدن وزمايلي جابوا لي أكتر من بالسكايب اكتر من شخصيه امريكيه بيتكلموا اربعه تقريبا منهم ثلاثه بيأيدوا وبيدعموا الحزب الديمقراطي وفرحانين جدا لنجاح جو بايدن انه خلاص بيقضي على مرحله من العنصريه الى اخره. وبعدين الرابع كان احد المحللين كان اسمه الاستاذ ماك شرقاوي وهو ترامبي واضح جدا ومتعصب ومتضايق وقال لا الانتخابات لم تنتهي لم تنتهي نتيجتها بعد. لم تنتهي نتيجتها بعد. وقلت له ده مساله اجرائيه وناقشته المناقشه العاديه جدا. يعني انا ما كنتش شايف في اي سياق في, في الامور يعني. وبعدين جيت يعني عملنا تحليلات وقلنا انه بايدن كذا ده مفيد هنا وهنا احنا بنتكلم على واقع احنا مش بنصنعه ده الاخرين اللي بيصنعوه، الاخرون اللي بيصنعوه. تفاجات في اليوم التالي ببوست طويل عريض كاتبه واحد انا كل يوم فيه الاف مؤلفه من البسطات من الاخوان بيشتموني لا اعيرهم اهتمام لانهم هم ولا عدم سواء وهناك مئات والاف التغريدات بتشتمني وبتتطاول لكن قلت قبل كده ومش كل شيء اقول يعني دي ضريبه وده صدقه خلصنا من القصه دي مفيش اي مشكله وما بتاثرش عليها تماما بال... على الاطلاق لكن فوجئت ان واحد بيزعم وبيدعي انه احد المدارس الاعلاميه وانه احد المدارس الصحفيه وانه رجل يشار اليه بالبنات وانه بيدرس الغريب انه بيدرس لابنائنا في الجامعه الامريكيه دي المصيبه السوداء فبالتالي ببص لقيت الراجل جاي بيقول انه ما تجيب لي يا ابراهيم جيبوا لي ابراهيم اللي. الغريب في الامر ان هذا الرجل قبل كده انا حذرته قبل كده وقلت له بلاش الاستعباط وبلاش الاستهبال وبلاش عمليه القص واللزق في المجال الاعلامي لان مجالنا القص ولزق فيه والاكتزاء دي شغلانه في ناس عندها مهاره فيها قلت بلاش خلينا ناس محترمين نتفق نختلف لكن في النهايه في اصول لكن تفاجات ان الاستاذ حافظ المرازي هذا الرجل اللي حافظ ومش فاهم وبرجع له مضطر ليس لاهميته فهو ليس مهم على الاطلاق وليس له قيمه على الاطلاق وهو رجل بيتميز بتفاهه وسطحيه شديده في كل ما يتناوله لكن خوفي على من يقوم بتعليمهم او تدريبهم من الاولاد اللي هيخشوا السوق بعد كده بقول لهم وبكشف لهم هذا الرجل رجل ليس له علاقه بالموضوعيه وليس له علاقه بالمهنيه واكثر من مره أفضح توجهاته المعيبة التي تعكس شخصية غير سوية وشخصية غير متزنة نفسيا بشكل كبير الراجل عمل بوست كبير وعريض وقال فيه كلام لا يليق بطفل إنه يقوله لا يليق بمراهق انه يقوله لكن ربما فترة الفراغ التي يعيشها الأستاذ حافظ مش فاهم هي التي جعلته أنه يعمل هذا الكلام قال أنه سامسونج قال أنا يعني جاي لي بالتليفون سامسونج أنه آه أتكلم وأشتم على بايدن أنا يا أيها الرجل الذي لا يقرأ ولا يفهم أنا ما كنتش بدافع عن ترامب ضد بايدن أو العكس انا كان مداخلات من الولايات المتحده الامريكيه وانا بتكلم كلام وبرد عليهم الكلام زي اي حد ما بيعمل دون يعني جداره مني او جداره منهم على ان احنا مين فينا صح ومين فينا غلط. بيقول انه نشأت معنى الكلام هجيب لكم البوست دلوقتي يا ابراهيم هتقولي. بيقول انه جاي لي برساله من سامسونج انه انا اشتم فلان او اهاجم فلان او ايد فلان وبعدين بيقول بيوجه رسالته الى أه أه شيء مش موجود بيقول له لو سمحت اذا كنتوا عارفين ان رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي أه هنأ أه بايدن فدي تبقى مصيبه واذا كنتم مصرين ان تخلوا الناس اللي زي يعني انا انا حد بيشغلني يعني اقول هذا الكلام فدي مصيبه اكبر وجاب اللقطه بتاعة ماكشر قوي وهو بيقول الانتخابات الامريكيه لم تحسن بعد طبعا هو هو سمع البرنامج انا ما هو لا يشرفني يا استاذ حافظ يا ميرازي لا يشرفني ان حضرتك او امثالك تشوف البرنامج بتاعي والله لا يشرفني على الاطلاق على الاطلاق وانا بقول لحضرتك انت صوتك طلع بعد الديمقراطيين وانا اقول لك ما لكم كيف تحسبون ما لكم كيف تعقلون ما لكم كيف تفكرون انت لا تدري ما تفعل انا بقول للاستاذ حافظ انا ما بيجيليش رسائل على السامسونج هو أولاً آه حضرتك عايش في الفترة اللي أنت تربيت فيها إعلامياً على حجر أمير قطر عندما كانت تأتيك الرسالة لكن الرسالة ما كانتش بتجيلك على السامسونج يا أستاذ حافظ ولا بتجيلك على الأيباد ولا الأيفون بتجيلك على نوكيا أيامك يعني ما أنت أيامك كانت النوكيا هي اللي بيجيلك فكان بيجيلك الرسالة على تليفون النوكيا وبتجيلك لك الرساله بيقول لك اعمل كذا يا ولد اعمل كذا يا ولد وما تعمل كذا يا ولد وكنت بتيجي من امريكا على مطار الدوحه العربيه بتاعت الامير بتستناك تطلع تقعد على حجر الامير لغايه ما بترجع امريكا تاني وده كان سبب الخلاف اللي بينك وبين وضاح خنفر ما بيطيقكش وانت ما بتطيقوش تنافسا على اللي يقعد على حجر امير قطر في حينه لكن انا يا استاذ حافظ شغال في مصر عند مصر لحساب مصر ما عنديش غير مصر ولا عندي امير ولا عندي غفير ادي التغريده اللي بيقول عليها عزيزي مسؤول السامسون ده بيخف دمه ودمه تقيل اذا كنت لا تعرف ان الرئيس السيسي هنا بالفعل الرئيس المنتخب جو بايدن على فوزه بينما تسمح انت باستمرار هذا العبث فتلك مصيبه وان كنت تعرف لكنك مصر على هذا العبث لان هذا ما يريده مموله هذه القنوات انا بقول للاستاذ حافظ انا قناه مصريه تمويلي مصري ارادتي مصريه توجهي مصري رغم أنف الكارهين والحاقدين أمثالك يا أستاذ حافظ أنا مش شغال في قناة ممولة وليس بيني وبين أي جهة إلا ما يمليها عليّ الواجب الوطني عكسك يا أستاذ حافظ أنت كنت شغال في الجزيرة قد إيه؟ وكنت شغال يا أستاذ حافظ أنت ناسي أن أنت كنت موفد ومرسل من قناة الجزيرة للقيام بعمل حوار وعلى جانب الحوار تعمل اتفاقات وتوصل رسائل لشيمون بريز رئيس وزراء اسرائيل انا ما عملتش هذا الكلام ولن اعمله ما حييت تعال شوف بس بيقول ايه بيقول وان كنت تعرف لكنك مصر على هذا العبث لان هذا ما يريده ممول هذه القنوات ممن لم يهنئوا بيدا بالفوز بمنطق خربانه خربانه فهذه مصيبه اكبر الحق استاذن واستغفر واخرج من اللعبه ودع الممولين في غيهم فخار يكسر فخ بعضه فتلك لعبه خطر لم تفعلها قناه فوكس المواليه لترامب انا اترك للمشاهد الحكم على حافظ واترك لحافظ يروح يبص على نفسه في المرايه اعتقد انه مش هيحترم نفسه لانه عيب عيب مره اخرى هات لي ابراهيم صوره حافظ المرازي مع شيمون بريز لانه حافظ المرازي اللي شغال خدام خد عند قطر وعند امير قطر سنوات وحاول يدخل الإعلام المصري بعدها ففشل نظر لتعدد ولاءاته عنده ولاءات متعددة فبالتالي أقول أنه حمرة الخجل تبحث عن من يعني يعطيها حقها في الحياة قتل حمرة الخجل قتل الحياء قتل الوطنية قتل الموضوعية قتل المهنية قبل كده نفس الكلام برضو قاعد يقول لك ده رايح يتكلم مع ترامب ويقول انا انا راجل عندي قضيه وقضيتي قضيه واضحه قضيه الخوف على دولتي والعمل على خدمه دولتي من خلال منبر انت مسميه منبر غير موضوعي وغير مهني يا اخي لعن الله المهنيه اذا كانت تخرج من امثالك ولعن الله الموضوعيه اذا خرجت من امثالك ادي ادي حافظ المرازي اهو ادي حافظ المرازي اتفرج يا سيدي مين ده شيمون بريز رئيس وزراء اسرائيل مع مين؟ مع مين؟ مع حو... مع 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 حافظ المرازي. أنا بس بقول للناس دي ما بتكسفش. الناس دي ما بتكسفش. أنت قاطع من الحلقة مداخلة مع مك شرقاوي آه وهو زعلان إن ترامب خسر. طب ما فيه ثلاث مداخلات مع آخرين بيقولوا إن مبسوطين إن بايدن نجح. وبعدين ايه هي المعركه الجانبيه اللي انت بتخش فيها وبعدين انت اصلا صحيت ليه ما انت كنت نايم وانا حنصحتك قبل كده يا استاذ حافظ من فضلك روح اقعد العب مع حفيدك افضل انت ما في الشغلانه اصلا ولا كان ليك في الشغلانه انت راجل اصلا طول عمرك موسوس طول عمرك حاسس ان في مؤامره عليك طول عمرك حاسس الناس كلها ضدك طول عمرك حاسس انه انت خارج الشله ما اعرفش ايه الشله انا ما اعرفش عيب ان واحد في سنك اهو ادي ادي اهو اهو آه. ادي ادي حافظ فرحان فرحان فشخ بقه فرحان قوي انه متصور مع شيمون بريز فين بقى الفلسطين وفين القدس وفين العروبه وفين الكلام وفين 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 عموما انا قلت قبل كده وبرين بيعاتبني بيقول لي مفيش داعي ننزل لمستوى هؤلاء لكن انا بقول دايما انه اتخير واختار معاركي ما حافظ وامثال حافظ مش معركتي معركتي اكبر من كده بكتير ومش هضيع وقتي فيه لكن انا بس بقول انبه الطلبه او المتدربين من حافظ لا ليه في الشغلانه ولا ليه في الموضوعيه ولا ليه في المهنيه ده الراجل كان شغال يا جماعه خادم عند امير قطر في قناه الجزيره واسالوا عنه في الجزيره الناس اللي انتم بتعرفوها او شوفوا تاريخه ورجعوا شوفوا تاريخه وهو قاعد بينظر علينا بقول لحافظ المرازي يعني عيب انا عارف ان انت مش عارف العيب ومش هتعرفه ومش هتخدمه بس بقول لك مره تاني عيب اذا كنت عايز تنظر وعايز تعمل فيها واعظ اعلامي كن منصفا ما تكتزئش زيك زي الناس اللي انت بتحامي عليهم والناس اللي بتدافع عليهم انت والبردعي وجمال عيد ومش عارف الراجل اللي موجود في فرنسا اسمه ابراهيم بتاع الحول انسان و... بايدن حق كلكم نفس نفس العجينه طلعت مع بعض بقول لكم انه الفتره الجايه ان شاء الله اعتقد هيبقى عندنا شغل كتير في هؤلاء هؤلاء الذين يعني عادوا من جديد تحت يعني شعار انه هناخد شويه اكسجين انا بقول انه دائما حساباتكم خاطئه دائما تراهنون على الحصان الخاسر فاصل ونعود مرة أخرى أهلا بكم في رحاب الانتخابات الأمريكية ونتائجها ما زلنا نقرأ ما بين السطور والتوقعات الفريق المعاون لجو بايدن خلال الحملة الانتخابية. هينتقم منه مجموعه يكملوا معاه في البيت الابيض واداره الرئيس المنتخب جو بايدن من المفهوم ومن الثابت انه مجموعه ممن عملوا مع باراك اوباما هيروحوا مع جو بايدن مما هو ثابت لدينا انه مجموعه اخرى من هؤلاء الذين درسوا ملفات الشرق الاوسط زي دينيس روسو وغيره هيرجعوا تاني للمشهد، لكن سوزان رايس اللي كانت مندوبه امريكا في الامم المتحده ومجلس الامن لسنوات مرشحه لتولي احدى الحقيبتين اما وزاره الدفاع اما وزاره الخارجيه ومستشار الامن القومي هنشوف هيبقى مين وده لازم ينال ثقه وموافقه مجلس الشيوخ. اجمالا احد اهم الشخصيات الفاعله في الحمله الخاصه ببايدن كانت دي سوزان رايس اللي هي اخت كوندوليزا رايس ودي مرشحه لوزاره الخارجيه او وزاره الدفاع لكن اولويات عمل بايدن زي ما احنا تابعنا خلال الفتره الماضيه ستكون الداخل الامريكي وبالامس اعلن انه سيكون لجنه من اجل كوفيد 19 اللي هو كورونا والمجتمع الامريكي والداخل الامريكي والفرقه التي حدثت والعنصريه التي بدأت طلت برؤوسها كل هذا سيكون يعني اول اولويات الاداره الامريكيه وازاله اثار هذه المعركه والاقتصاد الامريكي ومواجهه حاله الانكماش التي تصاحب ظاهره كورونا سيكون هناك يعني انكفاء على الوضع الداخلي في امريكا لكن السياسه الخارجيه الامريكيه بدايتها في تقديري ستكون ايران حيث ان احد كبار مساعدي جو بايدن كان احد مهندسي الاتفاق النووي مع ايران، انا في تقديري سيكون هناك اعاده لصياغه هذا الاتفاق مره اخرى مع اضافه بعض الاشياء وحذف بعض الاشياء وتنتهي ب يعني فك الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية عن ايران، ومن ثم سيكون هذا متغير كبير جدا في المنطقة، وسيكون له اثاره حتى تصل هذه الاثار الى الدولة المصرية التي كانت دائما وابدا كما قلنا بتنظر الى امن الخليج على انه امن قومي مصري بامتياز، لذلك سوف نرى تغيرا في هذا المحيط، ومن الناحية الاخرى تحدثنا عن علاقة جو بايدن بأردوغان وعلاقة أمريكا بتركيا في هذا التوقيت أعتقد إنه هذين المتغيرين في القوتين إقليميتين إيران وتركيا ستغير المشهد والخريطة في المنطقة وأقول أيضا إنه إقليم البحر المتوسط وجنوب المتوسط وهذه المنطقة الملتهبة والمشتعلة بخلافات تركية قبرصية يونانية إيطالية سيكون هناك اتجاه وتوجه أمريكي في هذه المنطقة هذا كل ما يهمنا في هذا الإطار على صعيد آخر هو القضية الفلسطينية واعتبار الديمقراطيين ما قام به الجمهوريون خطأ في قطع الاتصالات مع السلطة الفلسطينية ستعود الاتصالات مع السلطة الفلسطينية مرة أخرى سيتم فتح قنصلية في القدس الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية سيتم عودة المساعدات مرة أخرى سيكون هناك هناك عوده او اعاده لكلمه حل الدولتين ستنتهي صفقه القرن بالتجميد التام خلال المرحله القادمه. هذه ملامح للسياسه التي سيقوم بها جو بايدن مع الوضع في الاعتبار ثوابت اوعى تنساها اوعى حضرتك تنساها انه ترامب وجو بايدن الاثنين وقبلهم كلينتون وقبلهم باراك اوباما وقبلهم بوش الاب وبوش الابن الى اخره جميعهم بيتنافسوا على ارضاء دولة اسرائيل، اوعى تنسى هذه الحقيقة، يعني الراجل جو بايدن قال أنا صهيوني، أنا مش يهودي أه، بس أبويا قال لي لو أنت عايز تبقى صهيوني مش شرط تبقى يهودي، هو الراجل قال أنا صهيوني، يعني جو بايدن قال أنا صهيوني. والراجل ترامب نقل العاصمة للقدس، والراجل ترامب وافق على إنه يضم الإسرائيليون أراضي من الضفة الغربية، يعني أنا بس عايز الناس تفكر بشكل أنت هو تسابق على مين؟ أنت بتتسابق وبتقول مين أحلى؟ مفيش حد أحلى. أنت أنت مين؟ أنت إيه؟ ده المهم دلوقتي اللي عايزين ننقله للناس. إحنا لابد إن إحنا ننظر إحنا مين؟ عايزين إيه؟ عايزين نروح فين؟ بصرف النظر عن مين المنافس، هو مش منافس ليا في مصالح مشتركة بيني وبين أمريكا وإحنا زي إمبارح ما قال سامع شكري. قال في لقائه مع وزير الخارجيه الفرنسي احنا دوله ودوله مؤسسات علاقتنا بامريكا علاقه قويه استراتيجيه قديمه رغم كل التيارات التي تاتي وتروح رغم كل سواء حزب ديمقراطي حزب جمهوري علاقتنا ثابته بالولايات المتحده الامريكيه لكن عايز اقول للناس بالراحه يقول لي اصل بايدن احسن احسن لمين مش الاخوان بيسقفوا لبايدن فرحانين وغيره وغير هو الراجل قال انا صهيوني هو قال كده قال هو اللي قال انا اللي قلت هو قال انا صيون مش معنى كده انه يعني لا ما هو ترامب عمل اسوأ منه بالنسبه لقضايا الفلسطينيه ضيعوها بس اللي ضيعها قبلهم المتناحرين الفلسطينيين انا بقول الامور بوضوح شديد جدا يعني هات الفيديو ابراهيم وهو بيقول عشان الناس مش مصدقه هات هاتوا شغله to <applause> say early was a kid I'd say when I was a young say if I were I'd be Zionist I am a Zionist to say early on when I was a kid, I'd say when I was a young center, I'd say if I were you, I'd be a Zionist. I am a Zionist. بيقول أنا صهيوني ولكن ولكن رغم أنه قال أنا صهيوني أعرش في لا على هو يقوله عايزه وأنا أعمل اللي أنا عايزه وأنا أقول اللي أنا عايزه في نفس التوقيت الراجل ترامب قال مش قال ده عمل أسوأ منه يعني أنا أنا مش مش بختار ما بين اثنين مين فيهم أحسن هما الاثنين مأيدين لدولة إسرائيل بلا حدود عشان بس الناس تبقى عارفة الاخوان المسلمين اللي عاملين وثيقه النهارده بيقولوا بايدن وخير والجمال كله معاهم الراجل قال لهم انا صهيوني بس انا بقول ما هو لازم الاخوان يحبوه عشان الاخوان اصلهم في المقام الاول صاينه حسن البنا اصلا يهودي ما أنتوا الناس بتنسى وما بتربطش الاحداث والله مش كلام بقولوا اي كلام بقول انه هو الراجل الرئيس الامريكي الجديد قال انا صهيوني بس هذا الصهيوني بيقول بالمنطق وبالعقل وانا عارف انه راجل بيفهم ثعلب سياسي عجوز لا لازم نرجع لحل الدولتين هو قال هذا الكلام ولازم نعمل كذا وكذا وكذا ففي بريقة امل في هذا الاتجاه نحو القضيه الفلسطينيه زي ما قال امبارح السفير حسين هريدي الكاسب الاكبر في المنطقه ستكون القضيه الفلسطينيه من وجود آآ آآ الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن رغم انه قال انا صهيوني انا بنقل بس للناس والاخوان بيسقفوا له بايدن 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 يا سيدي هو قال على اردوغان انه مستبد وقال ان اردوغان ده عايز ياخد على دماغه بالجزمه لانه لازم يمشي لانه عامل كذا في الاكراد وعامل كذا في سوريا وعامل كذا في العراق وعامل كذا في المتوسط وعامل وعامل وانا هدعم المعارضه عشان تشيله هو قال كده برضه وهم بيزقفوا له يعني ما انا بقول للاخوان دايما خياراتهم خاطئه كل خياراتهم خاطئه انا بس بقول للناس اللي متعاطفين او اذا كان في حد من الناس الاخوان اللي نايم والخليه النايمه وغيره بقول ايها الاغبياء والله تاني انها مصر احنا دولة الناس دي لغايه دلوقتي مش قارين يعني ايه دولة مش فاهمين يعني ايه دولة مصريه اجمالا اجمالا احنا بنتابع الاسماء زمايلي جايبين لي الاسماء المقترحه او المرشحه يعني من المنتظر ان يضم فريق جو بايدن جزء كبير من التقدميين في الحزب الديمقراطي وهم من اليسار المتطرف اللي هم بيدعموا المثليه الجنسيه وحقوق الانسان ومعاداه تركيا وعلى حساب شخصيات تقليديه في الحزب الديمقراطي يبقى في بعض الشخصيات مع بايدن بالحريات بلا حدود زي المثليه الجنسيه وغيره لكنهم ده شق وفي شق تاني كلاسيكي بيدعم بعض الحقوق والحريات لكن بشكلها ومفهومها الكلاسيكي خلينا يعني هنتابع خلال الايام القليله القادمه شكل الفريق المعاون لجو بايدن وتوجهات كل واحد منهم مين مرشح الخارجيه مين مرشح للدفاع مين مرشح للامن القومي مين مرشح يبقى مسؤول عن ملف الشرق الاوسط مين مسؤول عن ملف في الصين مين مسؤول عن ملف الروسي ونقرا ونشوف تاريخ كل هؤلاء وننقل لحضراتكم من هنا لغايه لانه ترامب يعني الرئيس الذي لم تنتهي ولايته بعد لسه قدامه حوالي سبعين يوم يعني هيبقى موجود في البيت الابيض مش هيطلع مش قاعد في بيتهم دلوقتي لسه هو الرئيس الحالي للولايات المتحده الامريكيه دونالد ترامب آه لسه قاعد قدامه 70 يوم يو... لغايه يوم 20 يناير القادم ان شاء الله فاحنا قدامنا فيه وقت لكن ده بيسموه وقت الشك مش مش هياخد فيه قرارات مصريه لانه خلاص يعني محتاج تمرير على مجلس الشيوخ ولسه مجلس الشيوخ بيتكون الى اخره. لكن خلينا من هنا لغايه الفتره اللي جايه نبدا نقرا كيف تفكر الاداره الامريكيه الجديده. وانا بقول هنا بشكل مطلق علينا ان آه نتعامل مع الملف على اساس اننا دوله راسخه قويه. ونتعامل مع الملف على انه احنا عايزين ايه؟ مش الاخر شايفني ازاي؟ انا عايز ايه؟ وعايز ايه من مين؟ وهعمل ايه؟ واقدر اعمل ايه؟ وما اقدرش اعمل ايه؟ وانا بقول ان مصر 2020 تختلف جذريا وكليا عن مصر 2011 وعن مصر 2014 اعتقد انه الملف ده لازم نقفله في الفكره واحنا عندنا تغريدات وعندنا كلام من الاخوان لو عندك ابراهيم جاهز عمالين برضه شغالين فرحانين ومبسوطين والى اخره لكن اجمالا يعني يعني هم عندهم عايزين يقنعوا انفسهم ان هم جالهم فرج خليهم مقتنعين بانه هذا الفرج لغايه ما ياخدوا ان شاء الله على دماغهم زي انا بقول يا جماعه يا عالم الناس اللي يقول لك هم ممكن يرجعوا يا ابني يرجعوا فيه الاخوان يرجع مستحيل يرجع الاخوان لانه اصلا ما فيش اخوان مفيش خلاص الاخوان فين الاخوان كل اللي بره واللي, واللي هرب واللي عمل واللي ايه اخوان ايه فين التنظيم الاخوان ده المصرية ، الشعب المصري الشعب المصري هو اللي فضح الاخوان وهو اللي قضى الاخوان الشعب المصري وبعدين تعال قول لي هات لي هات لي كل رؤساء دول العالم جايين وقولوا ايه الاخوان يرجعوا تاني يا سلام والشعب المصري هيسكت والشعب المصري يقدر يقبل ما هو جربهم وشافهم مش الدوله المصريه مش الحكومه المصريه مش مش الرئيس المصري مش النظام المصري المره دي المشكله والكلام مع مين مع الشعب المصري انا بقول ده اصبح تراث الاخوان اصبحوا نقطه سوداء موجوده في كتاب التاريخ عشان العظه والعبره ما احنا بنقرا هامان وبنقرا فرعون وبنقرا كل قوم عاد وقوم ثمود بنقراهم في القران عشان نتعلم فالاخوان موجودين في صفحه التاريخ مش عايزين نمحوها عشان الناس تقرا وتشوف لازم نقرا ونشوف الاخوان عملوا في مصر ايه وبيعملوا ايه انا بقول تاني صفحه وانتهت صفحه وانطوت قضي الامر الذي فيه تستفتيان مفيش اخوان في دوله مصريه قويه انا بقول لهم قاعدين عاملين زي الثكاله والولايه اللي قاعدين بره في تركيا وقاعدين في لندن مشتتين ومشردين من نتيجه اعمالهم وافعالهم عليهم غضب من الله وغضب من الناس قاعدين بره بيعملوا ايه بيدعوا بيضعوا ما عندهمش حاجه ويتكلم يا بايدن تمام ده مش عارف في اردوغان ده خليفه المسلمين ما عندوش حاجه يا جماعه احنا هو للاخوان حق اه لهم حقوق في مصر اه ايه هي الحقوق يبكوا اذا كان للاخوان حق فهو حق البكاء حق البكاء على ما اقترفته اياديهم الملوثه حق البكاء والندم ده حقهم من حقه أن يندم من حقه أن يعيط ده حقه الوحيد وبقول لهؤلاء المرتزقه مرتزقة حقوق الإنسان والناشطين وأمثالهم اللي خرجوا من صناديق القمامة عودوا إليها مجدداً. عودوا إليها مجدداً. عودوا إليها مجدداً. تاني بقول الناس اللي خرجت من أكوام القمامة والمخلفات وصناديق الزبالة عودوا إليها فهي موطنكم الأصلي الذي يليق بكم. مصر كبيرة وستظل. مصر دولة راسخة وستظل وبقول تاني إنها مصر يا أيها الأغبياء لهم ولمؤيديهم ومناصريهم أعود إلى مصر وعندنا الانتخابات البرلمانية في جولتها الثانية وطبعاً عايز أقول بمنتهى الاختصار ومنتهى الدقة انتخابات مصرية فيها علامات بارزة لن ينساها تاريخ الانتخابات البرلمانية مجموعة من الناس المعارضين الأشداء للدولة المصرية وللرئيس واحد بيقعد في البرلمان بيقول أنا مش مؤيد للرئيس ومش مؤيد الدولة وأنا مش مؤيد وأنا معارض وأنا معارض الطبيعي أنه بقى في الانتخابات إيه؟ لو في دولة من دول الموز يحصل فيه إيه؟ رقبته في دولة من دول ما يخش في الانتخابات نبوظ له ورقه ونسقطه لا الناس دي كلها كل هذه الأصوات لأن إحنا في انتخابات حقيقية الشعب اللي بيقول كلمته امبارح آه بسال على يعني احمد طنطاوي والدين داوود واحمد الشرقاوي ومجموعه من الناس اللي و وهيثم ابو العز الحريري الناس دي كلها يا جماعه ناس معارضين وبشراسه واختلف معاهم الشكل موضوعا لكنهم معارضين من داخل مصر على راسي من فوق بيعارض من مصر قول يا عم يا جماعه لانه الدواير والمواطن هو اللي بيختار، مش انا اللي بختار، مش الدوله اللي بتختار، الدوله بتقول يا جماعه ادي المواصفات هذه الشروط القانونيه كله يخش، ما دخلناش جواه شفنا افكاره ايه؟ رغم الناس دي افكارها احمد طنطاوي وابو العز الحريري وداود والناس دي شباب معارض بشراسه داخل البرلمان مش معارضه مستاننه معارضه معارضه. اللي هو مجموعه خمسة 30، انت عارف حصل ايه؟ منهم من نجح ومنهم من اجتاز المرحله اللي دخل الاعاده يعني دول بنسبه كبيره جدا موجودين فيه تحت قبه البرلمان المصري ومعارضين انا بس دي لها دلاله دلاله ان الدوله المصريه لم تتدخل في الانتخابات دلاله ان الدوله المصريه سايبه المواطن يقول له عايزه المواطن يعمل اللي هو عايزه يقول له هو عاوزه ممكن احنا طبعا بطبيعتنا اصلا دايما بننتقد 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 لكن انا بقول لاحمد طنطاوي بقول لضياء الدين داود. وبقول لاحمد الشرقاوي وبقول لهيثم ابو العز الحريري شهادتكم انتم مطلوبه انتم موجودين دخلتوا الانتخابات وانتم ضد الدوله مش ضد الدوله لا ضد النظام ضد الحكومه خلينا اقول عشان يبقى كلام دقيق وانا بقول تاني لاي معارض في مصر اي معارض من داخل مصر اي معارض على ارضيه وطنيه انا ما عندناش سكوك وطنيه بنحجبها وبنوزعها على الناس معاذ الله كلنا بنحب بلدنا كل واحد شايفها من زاويه هم أكيد بيحبوا بلادهم وأنا مختلف معاهم شكلا ومضمونا في كل توجهاتهم لكن احترامهم واجب أنا عمري ما هاجم رأي آخر الرأي والرأي الآخر أهلا بيه على راسي من فوق طالما لم يتحول هذا الرأي إلى فعل طالما لم يتحول هذا الرأي إلى عمالة طالما لم يتحول هذا الرأي إلى دعم خارجي على راسي من فوق والله خائن من يهاجم واحد بيقول رأيه 100% ما بنهاجمش على النقيض على الناحيه تاني يعني دول نجحوا وهم معرضين للدوله طب تعالوا شوفوا بقى الناس دخلوا عادة يعني طيب محمد ابو حامد احد الكبار المؤيدين للدوله سقط في الانتخابات وقال انا سقطت واعترف بسقوطه في الانتخابات و حمد بخيت سقط في الانتخابات وصلاح حسب الله اللي كان متحدث باسم البرلمان سقط في الانتخابات وتامر الشهاوي ومدحت الشريف هذا الرجل محترف في لجنه سقط في الانتخابات وطلعت خليل سقط في الانتخابات و عندي مجموعه كبيره جدا من الاسماء اللي انا انا في يعني سقوط هؤلاء المؤيدين للدوله ونجاح هؤلاء المعارضين للدوله ان دل على شيء يدل على حيويه الانتخابات وعلى انه الناس تختار اللي هي عايزاه والدوله كلهم ابناء الدوله المصريه كل دول بلاد دول المصرية وياتي على راس هؤلاء مرتضى منصور مرتضى منصور حديث الراي العام المصري بعد ترامب وبايدن يا جماعه امبارح الشعب المصري انا متابع امبارح الانتخابات وتحولت دايره ميت غمره كانها ميشيغان ميت غمره كانها بنسلفانيا 100 كل الناس بتدور على بيت ميت غمر ميت, غمر ميت غمر. ايه اللي حصل هل يمكن انه في ناس تجتمع على هذا الرجل بهذا الشكل امبارح وسائل التواصل الاجتماعي الى اخره وسقط نجح سقط نجح متقدم متاخر في الآخر مرتضى منصور اللي كان الناس بتقول ما حدش يقدر يقرب له، وبره الإخوان يقولوا يا اه مرتضى منصور، واللي هنا واللي هناك والناس ما جرى بالأمس من خروج مرتضى منصور من الإنتخابات بإرادة جماهيرية حرة أبناء دايرة مدغمر بيدل على ما قلناه هنا مراراً وتكراراً، مفيش حد في مصر محمي من حد. مفيش حد في مصر على راسه ريشه. مفيش حد في مصر لاوي دراع الدولة، مفيش حد في مصر يتخيل انه فوق القانون، اللي غلطان هيتحاسب. مرتضى منصور غلط في ناس كتير جدا، شتم ناس كتير جدا، اهان ناس كتير جدا، تطاول على الدولة الى الى اخره، لكن مجلس النواب كان بيرى انه رفع الحصانه عنه غير مقبول. احترمت الدولة المصرية والسلطة التنفيذية وباقي السلطات استقلال السلطات وخلاص هو محمي بالحصانة من البرلمان دلوقتي دخل الانتخابات والناس سقطته قالت له لا احنا مش عايزينك بالتالي ده نوع من الدليل الدامغ والقاطع على فصل السلطات بعضها عن بعض وعدم افتئات سلطة على اخرى وفي النهاية السيادة المين لهذا الشعب السيادة المين الجهة السيادية الاعلى هو الشعب البطل الحقيقي هو الشعب. بقول تاني انه فكره مرتضى منصور انه وانا مش من عادتي ان انا اي حد خرج من السلطه ولا اي حد وقع ولا اي حد ضعيف ولا اي حد عيان انا لا لا ليس من شيم من الرجال الشماته. اولا وانا مرتضى منصور هنا في هذا المكان هاجمته وقلت منذ اكثر من عام انه لا يشرفني ان يكون هذا الرجل في البرلمان ممثلا ليه، قلت هذا الكلام، قلت كتير موجود على اليوتيوب وارجعوا تشوفوها، الحمد لله. لكن اما وانه خلاص الراجل يعني خرج برأي الجماهير فاحنا بنقول له انا بقول للمستشار رساله يا سياده المستشار خلاص انت خلال راجع حساباتك اولا عيد حساباتك اجلس منفردا مع نفسك وحاسب نفسك قبل ان تحاسب. حاسب نفسك قبل ان تحاسب. اللي انت اخطات في حقهم اعتذر لهم اللي انت اتكلمت عليهم اعتذر لهم وابدا حياه جديده ما عرفش انت وكل واحد انا بقول للمستشار منصور اعلم يا سياده المستشار انه لا احد فوق القانون اعلم يا سياده المستشار ان مصر دوله كبيره اعلم يا سياده المستشار انه سلطات الدوله ومؤسسات الدوله لا احترامها وتقديرها ولا بد ان تحترم الجماهير وراي الجماهير أنا بقول ليس من الرجولة ومن شيم الرجال إن إحنا نشمت هنشمت في إيه؟ يعني تاني يقيني بيزداد في أن هذه الدولة دولة محترمة. سقوط مرتضى منصور مرتضى الذي هوى إن دل على شيء إنما يدل على حيوية النظام الحاكم في مصر وعلى عدالة المؤسسات الحاكمة في مصر وعلى إنه لا أحد فوق القانون والله إنه فكرة تكافؤ الفرص والإيمان بأننا سواء أمام القانون بتبني لدى الصغار وبتؤكد وترسخ لدى الكبار إنه المستقبل مشرق. أوعى تتخيل اللي شتم مصر واللي هيشتم مصر واللي تطاول على مصر وغيره كل ده رايح فين؟ اللي يغلط هيتحاسب وأنا بفكركم بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كسر كوباية هيدفع ثمنها اللي كسر كوباية هيتحاسب عليها وقال قبل كده الرئيس أكتر من مرة القانون فوق الجميع حتى أنا شخصيا. فأنا بقول للمصريين ثقوا في دولتكم سقوط مرتضى منصور ولا نجاحه سقوط فلان ولا نجاحه أوعى تتخيل إن في حد يقول لك ده مسنود ما فيش حد مسنود. خد مني بقى خد مني أهو أنا بقول لحضرتك بقول لكم كلكم ما فيش حد في البلد دي مسنود والله ما في حد في البلد دي مسنود والله ما حد مسنود إلا بعمله وبقوله وبالقانون. اوعى إيه تصدق ان في حد ده واصل لجاه كذا ده فلان كذا ده حبيب مين ده رايح إيه دي أكذيب كل دي اكاذيب كل دي اباطيل كل دي شائعات ده بالنسبه للانتخابات ونتابع طبعا الانتخابات المصريه ان شاء الله خلال نتائجها خليني بس سريعا قبل الوقت لان الوقت عندي ازف في اثيوبيا كارثه قد تودي بالدوله الاثيوبيه وتقطع اوصالها وتؤدي الى حرب اهليه الكلام اللي بقوله مبالغه لا ليه لانه في اثيوبيا في حرب ضاحله دلوقتي بين قلت لكم الكلام ده من شهرين ثلاثه تنبأنا بيه اقليم التجري اللي في الشمال اللي هو قوامه 6% من عدد السكان يعني 6 مليون مواطن في اقليم التجري في شمال اثيوبيا في معركة مسلحة بين الجيش ال... الفيدرالي الاثيوبي بتاع الدولة الاثيوبية وبين الجيش الخاص باقليم التجري لان اثيوبيا عبارة عن اقاليم وقبائل التجري الاورومو آآ الصوماليين الى اخره، فهم شعوب وقبائل داخل اثيوبيا في صراعات وفي خلافات وصلت الى استخدام السلاح، في تقارير بتقول دلوقتي ان في اكثر من 200 واحد من الاثيوبيين سقط قتيلا وفي اعداد كبيره جدا من الجرحى من الجانبين وفي صواريخ ب 300 كيلو مداها الامر بات مقلقا حتى تدخلت الامم المتحده واتصل امين عام الامم المتحده بابي احمد اللي حصل على جائزه نوبل السلام اللي خد قرار الهجوم العسكري على اقليم التجري واقليم التجري بالمناسبه هو الاقليم الذي يملك كفاءات سياسيه واستراتيجيه واستخباراتيه وعسكريه على مدار 30 سنه بيحكموا اثيوبيا وهم الاقليم وانتقل الحكم للاورومو اللي منها ابي احمد وحدث لاحتدام هذا الخلاف واعتقد انه بعض القبائل الاخرى دخلت على الخط مما يؤدي الى تفكك الدوله الاثيوبيه وده ما يسعدناش طبعا بالتاكيد واشتعال منطقه القرن الافريقي خلى الامين العام للامم المتحده يتصل بابي احمد ويقول له نحاول ضبط النفس نحاول نشوف حلول ده دخلت كينيا وتدخلت السودان لكن رفض الجانب الاثيوبي تدخلات ووساطات الدول الاخرى انا بقول انه ما يجري في اثيوبيا بيؤثر على الاقليم في القرن الافريقي بيؤثر على منطقه المنطقة اللي فيها دول حوض النيل ومن ثم لا بد أن يكون هناك موقف للاتحاد الأفريقي موقف لمفوضية الأمن والسلام في الاتحاد الأفريقي وبالتأكيد مصر لن يعني يسعدها والسودان لن يسعدها أن يكون هناك قلاقل مع دولة شريكتنا في مياه النيل الأزرق يجري في إثيوبيا الآن مش التحضير لحرب أهلية اه الخريطة قدام حضراتكم المنطقة اللي فوق اللي هي بال, بال ده اقليم التجري اهو اللي قدامكم بالمنطقه دي هو ده اقليم في 6% من عدد السكان ودي جنبهم قبائل الامهره والعفر ودي صبابه العاصمه والاورومو الجزء الاكبر في هنا معركه ما بين تجمع عسكري من الاورومو ومن الامهره ضد التجري بالتالي اريتريا بتحارب التجري تاييدا دي ابابا يعني ده الكلام اللي اتقال دلوقتي هناك لكن في كل الاحوال المنطقه مشتعله على الحدود السودانيه على الحدود الصوماليه على المنطقه منطقه القرن الافريقي اهي دي منطقه القرن الافريقي هي دي المنطقه كلها مشتعله نتيجه الحرب اللي بين اقليم التجري احد الاقاليم اللي بتهدد بالانفصال عن اديس ابابا الحكومه المركزيه في وساطه من السودان وفي وساطه من كينيا لكن بيرفض ابي احمد هذه الوساطه تعالوا للملف الاخير عند النهارده ومن الملفات المهمه جدا استقاله بيرات البيرق اللي هو صهر اردوغان زوج اسماء بنت اردوغان وزير الماليه الذي كان السهام المعارضه موجهه اليه انه هو خرب الاقتصاد التركي واودى بالليره التركيه بعد ما كان استلمها اردوغان الدولار بيساوي واحد ونص دولار النهارده 8 آآ آآ 8 ليره ونص او 57 قرش بتساوي دولار خراب يا عم على الاقتصاد التركي اودى بمنصبين، اردوغان اول امبارح اقال محافظ البنك المركزي وعايز يشيله الشيله ان هو السبب والنهارده ولا امبارح بالليل بيستقيل برات البيرق اللي هو صهر اردوغان. التقارير الوارده لنا من تركيا بتقول انه هذه الاستقاله استقاله مسرحيه بمعنى انه هيرفضها اردوغان وهو بيمتص غضب الناس للإستقالة الاستقاله، زي مين؟ زي سليمان صويلو وزير الداخليه اللي استقال قبل كده ورفضها اردوغان ورجع في كلامه تاني. ده شق من التفسيرات، الشق الاخر بيقول انه آه كان في علاقه وطيده وده مهم جدا عايزين نبحثها دي بقولها لكم. بيقولوا انه آه بيرات البيرق على علاقه وطيده بإيفانكا ترامب. علاقه وطيده بين برات البيرق صهر اردوغان وبين إيفانكا ترامب وزوجها كوشنر اللي هو مستشار ترامب بسقوط ترامب وخروج كوشنر وإيفانكا من المشهد لم يعد هناك داعي لوجود بيرات البيرق اللي أردوغان كان معينه لكي يكون حلقة الوصل مع الإدارة الخاصة في هذه التعاملات وعندي معلومات أنه هناك علاقات بيزنس بين أردوغان وبين كوشنر علاقات بعيدا عن المستوى الرسمي هذه العلاقات كانت مثار غمز ولمز داخل المعارضه التركيه وغمز ولمز داخل الحزب الديمقراطي المناوي لترامب. ده شق اخر، الشق الثالث بيقول انه اعترض برات البيرق على قيام اردوغان بعزل محافظ البنك المركزي دون التشاور معه او دون علمه مأموس من حماه، مأموس من رئيس الدوله. لكن الحقيقه انه انه بخش في التحليلات التلاتة وأميل إلى أنه انتهاء فترة حكم ترامب وعلاقة بيرات البيرق بإيفانكا وجوزها اللي هو كوشنر ده السبب الرئيسي في خروجه من المشهد أنا بس الكلام ده رسالة لمين؟ رسالة للي عمالين يهللوا لبايدن وبقول لهم ها وكانوا بيشتموا في ترامب بقول لهم ادي اردوغان وادي جوز بنته وادي بنته وادي العلاقات والامور كلها بتتفضح. آه برات البيرق جوز اسراء بنت اردوغان اوعوا تنسوا اللي استقال بالامس وانا بقول ان الملف التركي خلال المرحله القادمه سيكون من الملفات المهمه جدا احنا بننقل لحضراتكم تفاصيل التفاصيل وبقول انه سبب استقاله بيرات البيرق صهر اردوغان التكشف علاقته بإيفانكا ترامب وزوجها كوشنر علاقات بيزنس بعيداً عن الإطار القانوني، هذا هو السبب الرئيسي اللي هيتفجر إحنا بنقول لكم كمعلومه يعني انفراد، لكن في كل الأحوال تركيا على صفيح ساخن الآن وبعد وصول الديمقراطيين صفيح ساخن دمتم في أمان الله. من ولاية فلوريدا حيث لاعب الكرة التركي المحترف في الولايات المتحدة الأمريكية اللاعب التركي أنس كانتر المطارد من قبل المخابرات التركية والمطلوب في النشرة الحمراء من قبل الأتراك والذي وضع اسمه على الانتربول معارض تركي بدرجة لاعب كرة سلة محترف سوف ابدا معه هذا الحوار لاول مره في الاعلام العربي السيد انس كنتر. انس اهلا بك. شكرا جزيلا انا سعيد جدا بوجودي معكم. سيد انس يعني وانت رجل بيحمل هموم وطنه في الغربه في الولايات المتحده الامريكيه مطارد هناك تهديدات كثيره لك بالقتل حتى لم تعد تعرف عددها ولم تعد تعبأ بها صف لي كيف تقيم في الولايات المتحده الامريكيه وما هي المخاوف وما هي التهديدات التي تواجهك الان في الولايات المتحده الامريكيه well, Obviously there has <applause> من الواضح ان كان هناك العديد من تهديدات على الحياه لي ولا اقاربي وانا احاول ان اظل ايجابي قدر الامكان لانني اعرف ما يريد فعله وهو الاضرار بي لذا انا احاول ان اكون صوت من لا صوت لهم صوت الابرياء انا اناصر الحريه اناصر الديمقراطيه وحقوق الانسان واعتقد ان هذا اهم مني ومن كره السله ومن اي شيء افعله، لن اخاف ابدا وساستمر في ان اكون صوت من لا صوت لهم. يعني سيد انس حدث خلاف كبير بينك وبين الحكومه التركيه مما دعاك إلى أن تترك بلدك وأهلك مم. وتخرج إلى الولايات المتحدة الأمريكية صف لي كيف, كيف حدث هذا الشقاق كيف وصلت الاتهامات لك بأنك إرهابي ضليع في الإرهاب وبأنك من جماعة فتح الله جولن First of all, نعم بادئ ذي بدء بدا كل هذا في الفين وثلاثه عشر بعد الفضاءه ذات الصلة أردوغان حينما and كان uh, رئيس uh, للوزراء حينها فضائح uh, الفساد uh, كل هذه الفضائح uh, هي من بدأت المشكلة ألا رئيس أردوغان سجن and كل من that, تحدث 2016, عن هذا uh, وبعد ذلك في 2016 uh, كان هناك uh, uh, أيضا uh, انقلاب uh, uh, مزعوم في تركيا, تركيا مفبرك وأنا أتذكر uh, هذه الليلة ليلة uh, محاولة الانقلاب أنا كنت مع and سيد فتح الله جولان I في نفس الغرفة وأنا أتذكر uh, حينما سمعنا and, uh, الأخبار على الآيباد وسمعنا ما يحدث في تركيا وكان السيد جولان مصدوم مثل الجميع وان اتذكر انه قال لكل اتباعه ان يصلوا من اجل بلدهم ويدعوا من اجل بلدهم وان اتذكر ان السيد جولان بكى في هذا اليوم لان العديد من الاشخاص الابرياء ماتوا في هذا اليوم وبعد ذلك الرئيس اردوغان ظهر في الاعلام ولام السيد جولان على هذه الأحداث وأنا لم أصدق فأنا كنت معه في نفس الغرفة ورأيت ما فعلوا بأعيني وهو صلى ودعا لبلده. لذا لذا أنا لدي رؤية واضحة عن هذه القضية لأنني كنت مع السيد جولان في هذه الليلة ولكن بعد الانقلاب الفاشل حدثت العديد العديد من الاشياء فهناك الالاف من القضاه والمعلمين والصحفيين تم اعتقالهم او بعضهم اختفوا وكل هذا لانهم كانوا منتقي دون للحكومه الرئيس اردوغان قمع كل من يعارضه وهذا ما ادى للمشكلات بيني وبين الحكومه سيد انس تقول بانك كنت مع السيد فتح الله جولن ليله في نفس الليله التي حدث بها الانقلاب، انا سبق لي ان تقابلت مع السيد جولن في بيته في بنسلفانيا ايضا، ورأيت مثل ما رأيت ان هذا الرجل لديه في بيته اسلحه، هذه الاسلحه عباره عن كتب وعباره عن تفاسير، هذا رجل صالح لم ارى عليه اي اثر لان يكون باي عمليه سياسيه او عمليه انقلابيه كما تقول، هل قمت بهذه الشهاده وقدمتها الى القضاء الامريكي الذي يطارد اردوغان عبر هذا القضاء محاوله تسليم فتح الله جول الى القضاء التركي؟ so I sit down with... حينما اكون في امريكا انا اتحدث مع العديد من المشرعين توروهات واعضاء الكونغرس والعاملين بالبيت الابيض وانا اتحدث معهم عن هذه المشكله ويطمئنوني ويقولوا نحن نعرف ما يحدث هناك نعلم من على الحق ومن على الباطل وانا سعدت كثيرا لانهم يعلموا من الصالح ومن, الصالح ومن الدار لذا الشيء المهم هو أن لدي منصة وأنا أحاول أن أستخدمها لأكون صوت الأبرياء من لا صوت لهم لأن هناك العديد من الأشخاص في السجون الآن وهم أبرياء وكما قلت أنت أنا ذهبت لبيت السيد جولان وكنت اذهب لبيته مره كل شهر ودائما كان يتحدث عن السلام العام، السلام العالمي وكيف نجعل هذا العالم افضل لان ما يؤمن به لا يهم دينك ولا ثقافتك ولا لونك، الشيء الاكثر اهميه في الحياه هو تجنب الخلافات والتركيز على الامور المشتركه. هو يقول اننا نعيش جميعنا في عالم واحد. والسؤال الاهم هو كيفية تحسين هذا العالم سويا، وأنا تعلمت الكثير منه، ولهذا السبب أنا أعتقد أن على الناس أن تسمع في أمريكا وفي العالم كله ما يحدث في تركيا، وهذا ما أفعله. يعني سيد أنس أنت كنت لاعب كرة سلة شهير ومحترف في تركيا، وتحظى بكل هذا الإعجاب وكل آهات الجماهير من الإعجاب. يعني ما هو الشيء ال الذي نقلك من هذه الحياه شهرة ومجد وخلافه الى سياسه ومطارده ومعارضه وهذا يعني يعني اشرح لي كيف انتقلت من حاله الى حاله ام كان هذا هو حالك منذ البدايه. So my job ان دوري وحياتي هي كره السله انا لست سياسي لست صحفي ولكن الفكره انا لا اتحدث عن سياسه انا اتحدث عن حقوق انسان اتحدث عن ديمقراطيه اتحدث عن حريه حينما اتحدث عن, حينما أتحدث عن المشكلات التي تحدث في بلدي لا تسيء فهمي انا احب تركيا احب بلدي واحب شعبي مشكلتي مع النظام مع نظام اردوغان حاكم لتركيا الآن لأن تركيا واحدة من أجمل بلدان العالم والشعب التركي هو واحد من ألطف شعوب الأرض ولكن نتيجة لكل ما الأشياء يتح... التي تحدث في تركيا الآن أنا حتى لا أستطيع أن أعود لتركيا وأعتقد أن الكثير من الناس المعارضة لاردوغان لا تستطيع ان تعود لتركيا وهذه محنه كبيره سيد انس انا مثلك تماما ونحن هنا في مصر مثلك تماما نحب الشعب التركي لكننا على خلاف جذري مع النظام الذي يهاجم دون هواده في سوريا في العراق في ليبيا في كل مكان انت انس وصفت اردوغان بانه هتلر هذا الزمان على اي اساس وصفته بهذا الوصف الذي يليق به في تقديري؟ I mean, first, let me be clear. أولا، I دعيني أكون واضح. Uh, أنا لا أتحدث عن المحرقة التي حدثت لليهود، وهي But أسوأ شيء حدث في التاريخ، ولكنني أقول أن نظام أردوغان بشكل منهجي يتع uh, يتعامل بعنصرية ضد الناس. فهو ينتهك حقوق الانسان وايضا هو لديه نظام قمعي يعادي الاكراد في تركيا وهو اضطهد العديد من الاكراد في سوريا بالاضافه الى ذلك هو يضطهد الصحفيين لانهم يقولون الحقيقه والمعلمين الذين يعلمون الحقيقه واي شخص يختلف مع ايديولوجياته يضطهد فكما قلت انت أردوغان دكتاتور قاسي ويجب أن نتعقبه وإلا العواقب ستكون أكثر وخامة. لذا ما يحدث في تركيا الآن فاضية. تركيا البلد الأول الآن في العالم التي تضطهد الصحفيين ولا توجد بها حرية صحافة. لذا فإذا إذا اختلفت مع أردوغان هذا لا ليخول أردوغان الحق أن يحبسك فهناك العديد من الأبرياء النساء في السجون وهناك العديد من التقارير كهيومن رايت ووتش والعديد من المنظمات والعديد من التقارير تقول أن هؤلاء النساء تغتصب وتعذب في السجون لذا علينا أن نفعل شيء حيال هذا الوضع المزري سيد أنس يعني بمناسبة الحديث عن حقوق الإنسان عائلتك انت في تركيا بتتعرض او تعرضت للظلم والاعتقال والدك وباقي اسرتك يعني اشرح لي ماذا جرى لعائلتك في تركيا؟ حقيقه <سؤال> <سؤال> <applause> <أخير> <أخير> أنا أشعر دائما بعاطفة كبيرة حينما أتحدث عن هذا الوضع فأنا أتحدث عن بعض القضايا في تركيا التي أثرت علي وأثرت على, وأثرت على أسرتي فوالدي كان أستاذ جامعي وأختي درست لعدة لستة أعوام في كلية الطب والآن عطل على العمل وأخي لا يستطيع أن يجد وظيفة الآن وكل هذا لأنه لديه نفس اسمي عائلتي طردت من وظيفتها وهم كان عليهم أن يتبرأوا مني ويقولوا أننا نتبرأ من أنس وكان هذا أصعب يوم في حياتي حينما تبرأوا مني ولكن الشرطة التركية لم تصدقهم وأرسلت رجالها لبيتنا و أخذوا كل شيء كمبيوترات وموبايلات وحاولوا أن يجدوا ما إذا كنت أتواصل مع أسرتي أم لا كانوا يحاولوا أن يجدوا أي إيميل أو رسالة نصية أي من هذه الأشياء كانت ستسجن أسرتي فهم ولكن أمريكا ضغطت على أردوغان حتى يطلق سراحهم. في الشهر الماضي تم إطلاق سراح والدي فطوال سبعة أعوام كان يحاكم وكان في السجن وكلها نظام أردوغان أطلق سراحه لأنهم يشعرون بالخوف في الناس والعديد من الناس يقولون أنني مجنون لأنهم يقولون أنني لاعب كرة سلة لذا علي أن أعيش حياتي ولا أتحدث عن السياسة وأركز في كرة السلة ولكن ما لا يفهمونه هو أن والدي هو شخص واحد وأسرتي أسرة واحدة ولكن هناك العديد من الأبرياء والأسر البريئة التي خسرت كل شيء خسرت وظائفها واحبائهم واوضاعهم أسوأ بكثير من من وضعي، لذا علي التحدث بجراه عن كل الابرياء لان هناك قصص كثيره ولا يسمع احد لانهم ليسوا لاعبين كره سله، لذا علي ان اكون صوتهم، صوت الابرياء في السجون. انس اردوغان ونظامه بيضع اسمك انس كانتر على القائمه الحمراء. وبيطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتسليمك كما يطالب أيضا بتسليم العلامة محمد فتح الله جولن يعني كيف تعاملت الإدارة الأمريكية مع هذا الطلب؟ I mean, I'll, I'll be honest with you. سأكون صادق معك إذا نظرت للأشياء التي أتحدث عنها فستجدها الحرية وحرية التعبير وحرية الديانة حرية الدي... والديمقراطية وحقوق الإنسان نتيجة لحديثي عن هذه الأشياء وضعوا اسمي لدى الإنتربول وألغوا جواز سفري والسبب الذي يمنعني من مغادرة أمريكا هو إلغائهم لجواز سفري فأنا لن أستطيع الآن أن أذهب لأي بلد أخرى إلا إذا أصبحت مواطن أمريكي إذا نظرت إلي ونظرت للسيد فتح الله جولا نحن لا يوجد you know, لدينا جواز سفر أمريكي in America, in هناك States. قوانين so أمريكية لذا انا اشعر ان امريكا لن تسلمنا لتركيا لاننا مواطنين هنا في امريكا كالجميع والشيء الوحيد الذي نحاول ان نقوم به هو ان نجلب الحب والسلام لامريكا لذا ساكرر نحن لم نرتكب اي جريمه ولا ولم نرتكب اي مخالفه في امريكا لذا لا اعتقد انهم سيعيدون الى تركيا يعني انس عندما ارى اردوغان في يوم افتتاح مسجد ايا صوفيا واريد ان اعرف رايك في هذه المساله وهو يتلو ايات من القران ويكاد يبكي او يتباكى وهو يقرا الكثير من الايات والاحاديث ويقول ولا تزر وازره وزر اخرى ويقولون يا الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم هذه من كل هذه الايات التي يرددها اردوغان يعني الا تترك اثرا الا يخاف الله هذا الرجل هذا ما هذا رأيي في هذا الموضوع. اعتقد ان قراءة القرآن كانت بدوافع سياسية. هو يعلم ان الانتخابات قادمة بعد اعوام، وانا اعتقد انه يفعل هذا ليكسب اصوات الناخبين. فهو يستخدم الدين في الدعاية السياسية، وهو يستخدم ايضا الاعلام في ذلك. والشيء الاخر انا لا اعلم ما اذا كنتم سافرتم لتركيا من قبل ولكن هناك العديد من الجوامع في هذه المنطقه. فهذا المسجد هو موقع اثري تابع للامم المتحده وكان رمز للحوار. لذا انا اعتقد تحويله لمسجد هناك العديد من قاده العالم والعديد من قاده الاديان والعلماء ادانوا عن هذا الامر هو فعل ما يريده ببساطة ولم يستشر أحدا في هذا الأمر لذا أنا أعتقد أن علينا أن نكون أكثر حذرا واحترام للأديان الأخرى والثقافات الأخرى لأننا لا نريد, لا نريد أن نسيء لأحد ولا لأي ديانة عندما جلست إلى الأستاذ فتح الله جولن فقلت له ارسل رسالة إلى أردوغان انصحه فرد قال هو لن لن يسمع هذه النصيحه وقال بانه لا يحمل الاخلاق الاناضوليه بل انحدر من جورجيا ربما لاسره يهوديه ما تعليقك I agree with Mr. أنا أتفق مع السيد جولان I mean, تماماً أتمنى أن يستمع أردوغان للسيد جولان فإن استمع له تركيا كانت ستكون بلد أكثر سلما إذا استمع لما حضرا إذا رأيت ما يحدث خلال الخمسة أعوام الماضية هناك العديد من الهجمات الإرهابية والناس ليست سعيدة والاقتصاد ينهار وتركيا أكبر عدد في حبس الصحفيين و والنشطاء السياسيين والعلماء والمدرسين لذا نعم اردوغان لا يوجد لديه اخلاق وهو لا يهتم بالاخلاق ولا يهتم بما يقوله الناس ولكن الفكره الناس يجب ان تفهم هذا الامر أردوغان لا يعني تركيا. نحن نحب بلدنا ونحب علمنا ونحب شعبنا. مشكلتنا مع النظام الحالي، مع نظام أردوغان. والشيء الآخر هو أن أردو... تركيا كانت يمكن أن تكون الجسر للإسلام للغرب. ولكن الناس الناس الان خائفه فالعديد من اصدقائي في امريكا خائفين والعديد من الساسه الامريكيين خائفين حتى من زياره تركيا نتيجه لكل ما يحدث هناك لذا انا اتفق مع سيد جولان 100% فيما قاله سيد انس هل هناك امل او هناك بارقه امل في من يخلف أردوغان في الأسماء المطروحة على الساحة من المعارضة أحمد داود أغلو علي بابا جان ميرال أكشنار أم أن بينتهي الأمر إلى نفس النتيجة right so سأقول لك من الصعب للاشخاص الاخرين الاخرين ان يتقلدوا السلطه لان اردوغان يسيطر على الاعلام ويغسل بها عقول المواطنين. فاذا كنت صحفي واذا كنت وسيله اعلاميه تعارض اردوغان سيسجن صحفيينك و يغلق الوسيله الاعلاميه لذا العديد من الناس في تركيا يخشون معارضته ولكن اعتقد اذا تغير النظام وتغير نظام اردوغان اعتقد ان هذا سيحتاج الى بعض الوقت ولكن تركيا ستكون حينها اكثر سلام واكثر حب ولكن المشكله ليست الاشخاص المشكله هي نظام اردوغان لان الناس تخاف من ان تعارضه وتقول اي شيء ضده. سيد انس يعني ما يجري داخل السجون التركيه من اعتقال نساء واطفال وأكاديميين وحتى رجال من القوات المسلحة والجيش والشرطة والقضاء والجنرالات والتخلص من الجنرالات كل هذا بيمثل ألا يمثل صرخة داخل المجتمع التركي <applause> بادئ ذي بد ما يحدث في السجون التركية يحزنني بشدة <applause> نتيجه لفيروس <applause> كورونا الحكومه التركيه قررت ان تطرق صراح كل السفاحين ومغتصبين الأطفال والمهربين وتجار المخدرات ولكن قرروا أن يبقوا كل السجناء السياسيين القضاة والصحفيين إذا انتشر الفيروس في السجون وهذا ما حدث الآن ستكون هناك العديد من حالات الوفاة في السجون التركية لذا انا اريد ان اتحدث عن هذه القضيه فانا تحدثت مع العديد من الاشخاص هنا في امريكا والذين يتحدثون عن السجون التركيه ففي تركيا نحن لدينا العديد من الحملات ضد هذا الوضع فللعديد من الساسه والعديد من العاملين بالبيت الابيض يقولون لي نحن نعلم هذا الوضع ولكن كيف نساعدك؟ لذا هذا سبب تدشيني لحمله انتم املنا نحن نحاول ان نجمع توقيعات لاطلاق سراح الابرياء المسجونين في السجون التركيه ولكن في الوقت الحالي كما قلت ما يحدث الان فعلا يفطر القلب فهم لا يتلقون العلاج و اتمنى ان يتغير هذا الوضع انس بما بما انك يعني تفهم كل ما يجري داخل تركيا برايك هل خروج اردوغان من المازق الداخلي الاقتصادي والى اخره الى شمال سوريا وما يجري في عفرين الله الابيض وفي شمال العراق وما يجري في قنديل وما يجري للاكراد في عموم هذه المنطقه يعني كيف تنظر يعني من بعيد من ابعد نقطه على ما يجري في الدولتين العربيتين سوريا والعراق وايضا الان ما يجري في ليبيا. <applause> نعم كما قلت، هناك العديد من الأكراد يعيشون في هذه المنطقة، والحكومة الكورية تقتلهم، فالحكومة التركية تقذف سوريا بالقنابل. فهناك العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التي وثقت كل هذا. وأنا أحيانا لا أقوى حتى على مشاهدة هذه الفيديوهات فأنا أر... ولكن أعتقد مع الوقت الناس ستفهم ما يحدث خصوصا الشعب التركي أنا لا لست واثق ما إذا كنتم تعلمون ولكن آخر انتخابات للمحافظين أردوغان خسر إسطنبول وإزمير والعاصمة أنقرة أكبر الولايات وبعد خسارته لهذه الانتخابات بدأ يفقد سلطته والناس بدأ تزداد ثقة بالحديث عن الأشياء التي يفعلها أردوغان لذا نحن نحتاج إلى أصوات أكثر هذا كل ما نحتاجه مغنيين ولاعبين نحتاج أن نتحد وأن لا نخاف ونتحدث عن ما يحدث هناك وانا اشعر بما يحدث به اخواني الاكراد، اشعر بما يحدث للابرياء في ليبيا، وانا اشعر انهم يحتاجون حريتهم وحقوق انسان وحقوق الانسان الخاصه بهم، لان كل شخص ولد حر، لذا هم لديهم الحق في الحريه ولديهم الحق ان يعيشوا في سلام ويستمتعوا بحياتهم. سيد انس يعني هناك احاديث كثيره في الدين الاسلامي تحض على المساواه الجميع امام الاسلام او في الاسلام متساوون في الحقوق والواجبات كاسنان المشط. يعني النبي محمد كان يقول والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. لكن اردوغان هناك مقارنه بين زوجه المعتقل صلاح دمرداش حينما اهينت في شرفها وعرضها لم يتحرك اردوغان وانما حينما تم إهانة اسماء بنت اردوغان انقلبت الدنيا لم تقعد كيف ترى هذا التناقض في هذه الشخصيه التي تتحدث بالاسلام؟ okay. uh, I can't... أنا لم أفهم السؤال بدقة ولكن أنت على حق يجب أن نحترم كل دين ونحترم كل ثقافة ولا يجب أن نسيء لأحد ولكن السياسة لعبة قذرة لا يجب أن نسيء لأهل أحد لأنه سياسي أن حينما يتحدث الناس عن السياسة يبدأون في إهانة من يعارضهم يعرضهم. فكما قلت السياسة لعبة قذرة ولكن لا يجب أن نجعل أحد الأقارب يهان بسبب من نعارضه هل ترى ان هناك استهداف للقوميه الكرديه داخل تركيا وخاصه ما يجري في شمال سوريا وشمال العراق وحتى اعتقال زعيم حزب الشعوب الديمقراطيه صلاح تمرتاش؟ كل ما ساقوله هو ان هناك العديد من الاكراد الابرياء الذين يتم قمعهم واضطهادهم من قبل الحكومة التركية علي مدار الأعوام وأنا انا كبرت في تركيا وتربيت فيها وهناك العديد من اخواني الاكراد هناك وهم من الطف من عرفتهم انا تربيت معهم وانا اشعر ان الحكومه التركيه تضطهدهم لاعوام طويله وانا اشعر انهم يشتاقون للحريه ولذلك علينا التحدث عن هذه القضيه لان هناك العديد من الابرياء الذين يموتون هناك العديد من الاكراد الابرياء والاسر البريئه الكرديه التي تقتل على يد النظام التركي. سيد انس هناك علاقات بين اردوغان ونجله مع تنظيمات ارهابيه مثل تنظيم داعش وتم افتضاح هذا الامر بشيء موثق. كيف تعلق وكيف تعلق من خلال ملاحظات من تعرفهم في الولايات المتحده الامريكيه حول هذه العلاقات؟ هناك العديد من التقارير عن هذا الأمر في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم وفي كل وسائل الإعلام والتي تقول أن أردوغان وصهره على علاقة بالمنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط لذا لا يجب أن يقبل أحد هذا الأمر وحينما اتحدث مع اصدقاء السياسيين في امريكا يقول لي ان الحل الوحيد هو ان نضع عقوبات على تركيا لذا اعتقد ان بعد النقاشات الكبيره مع العديد من الساسه هم سيضعون عقوبات على تركيا فانا اؤمن ان اردوغان يقود البلد كزعيم للمافيا فهو يفعل ما يريد في البلد ولا توجد أي سلطة أخرى تعارضه لأن الناس خائفون لذا فهو يقود البلد كزعيم للمافيا وهناك العديد من التقارير والتي تقول أن نظام اردوغان واردوغان نفسه يساعد المنظمات الارهابيه كداعش لذا انا اعتقد ان الامم المتحده والبيت الابيض الامريكي واوروبا عليهم ان يفعلوا شيء حيال هذه المشكله. انس بما تفسر هذا هذه العلاقه القويه والمتينه وغير المبرره بين اردوغان وجماعه الاخوان المسلمين الارهابيه داخل تركيا؟ <applause> هذا غير مقبول أبدا لأن أردوغان يمثل رئاسة تركيا ونتيجة العمل مع المجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط هذا يجعل البلد تبدو سيئة وأنا أكرر أنا أعتقد أن البيت الأبيض والرئيس ترامب عليهم أن يفعلوا شيء حيال هذا، وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تضع عقوبات على تركيا نتيجة لكل هذه الانتهاكات التي تحدث أنس أنا بشكرك جدا لكن قبل أن أختم يعني حدثني عن أنس لاعب الكرة المحترف في أمريكا كرة السلة في عجالة Uh, well, I mean, وظيفتي هي you know, لاعب لعب كرة السلة فأنا لست سياسي ولست But, صحفي you know... أنا أعيش لكرة السلة ولكن نتيجة لكل هذه الأحداث في بلدي أنا دائما في الإعلام أتحدث عن قضايا سياسية ولكن الآن أنا ألعب في فريق بوستن سلتكس وهو واحد من أفضل فرق السلة في بطولة NBA والبطولة ستبدأ خلال بعض الأسابيع وأنا متحمس لها وأنا واثق أننا نبلي بلاء حسن أنا أيضا محب لكرة القدم الأمريكية وأنا لعبت عذرا كرة القدم العالمية وأنا تعلمتها في تركيا فكرة السلة كانت خيار أفضل لي نتيجة لطولي ولكنني أحب كرة القدم وأنا أحب محمد صلاح أيضا ولهذا أنا مشجع لليفربول لوجود محمد صلاح به الذي أحبه بشدة فأنا أقدره وأقدر عمله واجتهاده وانا فعلا سعيد جدا لقيادته لفريقه والنجاحات التي حققها معهم لذا اذا جئتم الى بوسطن اعلموني فانا اتمنى ان ادعوكم لاحدى مبارياتي اخيرا انا اريد ان اشكر الشعب المصري لانهم كانوا محترمون جدا معي وكانوا فعلا كرماء جدا معي وكانوا جدا كرماء مع الشعب التركي والشيء الاخر انتم لديكم افضل طعام في العالم انا احب الطعام المصري وانتم افضل والطف شعوب الارض وحينما اصبح مواطن امريكي فعلا ساسعد جدا بزياره مصر وتناول الطعام المصري مجددا يعني انس انا ادعوك بشكل شخصي ان تكون ضيفي هنا في القاهره وربما التقينا في بوسطن او الولايات المتحده الامريكيه او بنسلفانيا اهلا بك وبالتوفيق وكونك تشجع محمد صلاح فاعتقد انه الجماهير العربيه سوف تشجع بوسطن من اجل محمد صلاح من اجل انس شكرا لك <applause>